ننتقل إلى إياد في واشنطن. إذن إياد، هناك العديد من التقارير الأمريكية ويعني الجنرالات السابقين يدلون بتصريحات بأنه حرب أهلية محتملة في أفغانستان، ولكن واشنطن يعني متكلة إن صح التعبير على الجانب المخابراتي في التصدي لما يمكن أن يجري في البلاد. تفاصيل أكثر حول الأجواء في واشنطن. نعم، رئيس هيئة الأركان الجيش الأمريكي مارك ميلي توقع بأن تبدأ حرب أهلية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، إضافة إلى انسحاب قوات التحالف منها خلال من سنة إلى 3 سنوات. وقال بأن هذه الحروب الأهلية التي سوف تقع سوف تغذي نمو وعودة الحركات الإرهابية، سواء كان القاعدة أم تنظيم داعش أم غيرهما. وقال بأن هذه الحركات تشكل خطر على أمن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بنفس الوقت الإدارة الأمريكية ما زالت مصممة على دورها بعدم التعامل مع حركة طالبان، لكنها مضطرة إلى التعامل معها في عدد من البنود، وأهمها أولا بند جلب الرعاية الأمريكيين الذين بقوا في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، إضافة إلى الحلفاء الأفغان التي يقدر أعدادهم بعشرات الآلاف. الموقف اليوم هو الزعيم الجمهوري في مجلس النواب قال عبر تغريدة له بأن إدارة بايدن قد جعلت حركة طالبان تمتلك أسلحة بقيمة أكبر وأكثر من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب سوء الانسحاب الذي شهدته أفغانستان والذي أصر عليه والتي أصرت عليه إدارة بايدن. إضافة إلى ذلك قال بأن الذكرى 20 للولايات المتحدة الأمريكية بأحداث 11 سبتمبر سوف تعود حركة طالبان أقوى من أي وقت مضى، وانتقد واستمر في انتقاد إدارة الرئيس إدارة البيت الأبيض الرئيس جو بايدن. إضافة إلى ذلك العديد من الجمهوريين أيضا ما زالوا يواصلون انتقادهم سواء على وسائل الإعلام المحلية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.